أطلقت جامعة الملك سعود مبادرة تحمل مسمى نحو خريج واعي، وذلك لتوعية الطلبة ومساعدتهم على تحديد ميولهم الدراسية وكيف ممكن يتوظف أو توظف مهاراتهم بالانخراط في سوق العمل. إيش هي طبيعة المبادرة وإيش هي أهدافها؟ أكيد حنتكلم عن كل هالمواضيع مع دكتور أنس الشعلان المشرف على مركز الخريجين بجامعة الملك سعود. حياك الله دكتور. الله يحييكم جميعا وشكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا دكتور. اول شيء المبادره دي مره لفتتني وابغى اعرف ايش هي او نعرف الناس عليها اكثر وايش اهدافها. طبعا احنا في جامعه الملك سعود نحاول قدر الامكان خلال اعمالنا يعني في المتعلقه بالطلاب انشاء مركز خريجين. انشاء مركز خريجين هذا ساعدنا في ان نعرف بالضبط وش الاشكاليات اللي تتعلق بخريجينا. فكانت في البدايه في جمع الخريجين مع الشركات، فلما كنا نجمعهم على اساس الوظائف نعرف كثير من الأحيان إيش الإشكاليات اللي تعرضون لها للطلاب. عرفنا أنه في طلاب داخل تخصص متخصصة، عارف طالب أنه صار عنده درب في الدراسة لأنه ما هو انترستد، ما هو متحمس على هذا التخصص، لقى نفسه التخصص مختلف عن توقعاته جدا. بعضهم كان أهله مرغمين على هذا التخصص، بعضه كان يسمع الكلام من أهله أو من أصدقاء. أنت الآن تحكي دكتور عن الخريجين ولا عن السنة الأولى؟ لا أنا تقول عن الخريجين، فاحتكاكنا معاهم أعطانا ساين أنه في إشكالية. وين فيه؟ من بداية الدخول للجامعة، من قبل الدخول، من قبل الدخول من برضه. الثانوية بالضبط. فقلنا إيش لازم نرجع إحنا باك شوية ونرجع نشوف الطلاب في السنة الأولى المشتركة كلهم هم طلابنا. فجت فكرة اللي هو نحو خريج واعي. طبعا نحو خريج واعي يعني إحنا نبي نوعي هذا الطالب على أساس يكون بعدين خريج واعي، عارف بالضبط وش قاعد يسوي. فبدينا في قبل 3 أسابيع في إطلاق المبادرة. طبعا أخذنا عينة من الثانوية كبايلوت أو كتجريب نشوف طلاب الثانوي. ثالث ثانوي بالضبط، اللي هم بعضهم في مدارس هم قد تخرجوا الفصل الأول لأنه ما عندهم إلا مقررات فخلصوا الفصل الأول، فعندهم فترة الفصل الثاني هذه كلها هم أوف، ما عندهم صحيح. أي شيء يدرسوه. فأخذنا عينة يمكن حوالي 180 طالب وطالبة من الثانويات، وأخذنا طلابنا اللي في السنة الأولى مشتركة ودخلناهم على هذه الفعالية. طبعا هذه الفعالية مكونة من جزئين مهمين، الجزء الأول اللي هو أو 3 أجزاء بالأصح. الجزء الأول اختبارات تحديد الميول، الطالب أصلا مو هو عارف بالضبط وش ميوله، صحيح إيش يحب، إيش قدراتك العقلية، إيش قدراتك المهارية. فأخذنا اختبار عالمي وأيضا مع اختبارات محلية واتحناها للطلاب إنه تعال واختبر قبل ما تجي الفعالية، عندك أسبوعين اختبر ثم بعدك حيطلع لك ريزولت حتجيبها عندنا وين في الفعالية. طبعا الفعالية عندنا لنا مستشارين من الشركة العالمية، هذا الاختبار 15 مستشار يجلس الطالب يجيب تقريره يجلس مع المستشار. هذه المرحلة الثانية، هذه الثانية عقب ما يخلص الاختبار. فيجي يجلس مع المستشار يجلس معاه بحيث نقول هذا التقرير يلا ابدا ناقشني. في البداية المستشار يناقش اوكي هذا التقرير، هذه الصفة ممتازة عندك، هذه الصفة ضعيفة عندك، هذا التخصص بيناسبك اكثر، الى درجة انه يقول لك هذه الوظائف اللي بتناسبك انت بناء على ميولك وعلى القدرات اللي عندك. فهذه هي المرحلة الاولى من المبادرة. المرحلة الثانية اللي هي مستشارين من الاتش ار، احنا جمعنا مستشارين من الاتش ار في ارقى الشركات في السعودية. وظيفتهم ايش؟ يمسك الطالب يجي برضه يجلس 1 تو 1 مع الطالب، فيقول له انت وش تخصصك ايش تبغى؟ يقول لك انا والله ابغى التخصص المحاسبه. اوكي طيب هذا المستشار هو المتخصص في المحاسبه، ناخذه ونعطيه المستشار. يجلس معاه المستشار عارف الى 5 سنوات لانه هو في الاتش ار، عارف الى 5 سنوات وش الوظائف. انا كمستشار في او متخصص في الاتش ار اعرف بالضبط في المقابله الشخصيه وش الاسئله اللي ابغاها، في السيره الذاتيه وش ابغاها. فيبدا يعلم هذا الطالب ترى انت مو لازم تنتظر حتى تتخرج عشان تبني السيره الذاتيه، لا من قبل انت لازم تبني السيره الذاتيه. فهذه من الاشياء اللي نركز عليها في المرحله او في الجزء الثاني من الفعاليه. الجزء الاخير اللي هي ورش. الورش طبعا هي مركزه جدا بحيث انه ما يتجاوز في الورشه من 10 الى 15 طالب وطالبه، بحيث انهم يجلسون المستشار معاهم، تعتمد على المحادثة، تعتمد على الأسئلة والأجوبة. وجتنا مجموعة من الشركات أغلبهم من الشركات لأنه إحنا مستهدفين القطاع الخاص لأنه هو اللي فاهم في السوق. وأيضا صندوق الموارد البشرية هدف برضو كان مشارك معنا لأنه برضو هو مهتم بدراسة السوق. فصرنا نقدمها 4 مرات في اليوم، كل ورشة ساعة واحدة، حيث أن الطالب يقدر يأخذ 4 ورش في اليوم مدة الفعالية ثم بعد ذلك يروح للمستشارين يجلس معهم. فهذه هي تقريبا ما تم خلال هذه الفعالية. حلو، يعني هذه المبادرة نحو
خريج واعي، هذا اللي كان يحتاجه الخريج، الاستشارات، ورش العمل، اختبار لتحديد مستواه وقدراته، فين هو ميوله بالضبط. ابغى اسالك عن مدى استفاده الطلاب من هذه، طبعا هذه هي التجربه الاولى. الاولى صحيح. هذه الاولى فقط في جامعه الملك سعود. بالضبط. طيب كلمنا عن استفاده الطلاب من هذه، هل كان في رده فعل من الطلاب انه اوه لا انا اكتشفت اني احب ده، شكرا لكم، انا اكتشفت اني ابغى اروح دي الوظيفه مو ده الميول، كلمنا عن رده فعل الطلاب. يعني كانت جدا رائعه، والعجيب انه وهذه احد الاشياء اللي تدل على انه في فائده، انه الافتتاح كان الساعة 3، كان يومين هو جمعه وسبت، فكنا نبدا من الساعه 3 العصر حتى الساعه 8 في الليل، هذا الوقت الفعاليه موزع بجدول. فكان بعض الاحيان الاقبال في التسجيل المسبق ما كان كثير الاقبال، لكن سبحان الله من اول ساعتين بدأ الطلاب يجون، لانه بسرعه بدأوا يكلموا بعض بل تعال ترى في حاجه حلوه، ترى في اختبار حلو. فالعدد لدرجه انه كان المفروض نقفل الساعه 8، المستشارين ما قصروا كلهم، والمنظمين جلسنا الى الساعه 9:30 اول يوم، لانه في عدد جاء فاحنا ما حبينا نرد الطلاب. طبعا هو كان يوم للطلاب ويوم للطالبات. جميل. من باب التنظيم وتسهيل عمليه الدخول والخروج. فلما احنا كنا عند نظام التقييم لكل مستشار ولكل ورشه، فلما ان انتهينا الان من الفعاليه كامله فرجعنا للريفيو، كانت جدا رائعه لدرجه انه وصلتنا على ايميل المركز وايضا وصلتنا من المستشارين انه الطلاب قالوا ليش ما تعرف الطلاب بعض الاحيان لما يسمع غير لما يبدا يعيش، فلما عاش قالوا لا احنا محتاجين لهذه الدورات، احنا محتاجين المفروض قبل ما نتخرج. ما اخفيكم انه حتى وزاره التعليم كانت داعمه، لان هي كانت تحت رعايه معالي وزير التعليم الفعاليه، وكانوا انترستد الوزاره في هذا الموضوع. ليش؟ لانه استهدفنا طلاب الثانوي. فالان هذه البايلوت او هذه التجربه الاولى اعطتنا انديكيشن عالي انه الطلاب عندهم رغبه. وايضا يبغون يعيدونها، احنا كنا ملتزمين مره في السنه. الان صار عندنا توجه انه ممكن نخليها كامل في الصيف. كل سنه المفروض اكيد لازم. كل سنه ولا في الصيف. ليش؟ لانه قبل ما يدخل طالب للجامعه، قبل ما يبدا يقدم اصلا على النظام الالكتروني للجامعات، يمر في هذه المرحلة بحيث أنه يكون عنده وعي جدا عالي. طب هي بس اسمح لي أسألك هذا السؤال الأخير دكتور أنس، اختبار تحديد الميول هو موجود من أول ولكن تم تفعيله الآن وموجود في جامعة الملك سعود واختياري مش فرض على الطلاب ولا الطالبات، كيف يقدروا يوصلوا له؟ طبعا في نوعين من الاختبار، اختبار مدفوع من الجامعة، يعني الاختبار العالمي هذا ليس مجاني. الجامعة تكفلت فيه لطلاب سواء الثانوية المختارين أو السنة الأولى المشتركة. في اختبار مجاني وموجود وأيضا قوي يدعم صندوق الموارد البشرية. هو متعلق بمركز قياس، هو يستطيع أي طالب يدخل على صندوق الموارد البشرية، أي طالب في السعودية يدخل على صندوق الموارد البشرية هدف ويطلب منهم اختبار تحديد الميول ويستطيع أن يأخذه مجاني. دكتور أنس، إحنا نبغى هذه المبادرة تعمم على كل السعودية. أيوة. ويكون منتدى خاص يتجمع فيه كل السعوديين الطلبة والطالبات، عشان من جد هذا مرة أساسي قبل الطالب ما يتخرج ويدخل جامعة هو ما هو عارف يجيبه بالضبط. صحيح. مرة شكرا لكم وشكرا على هذه المبادرة الرائعة اللي تتمنى أنها تفعل في كل مناطق المملكة. بإذن الله. شكرا لك أستاذ الدكتور أنس.